مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دراسات نفس جسديه حلقه اليوم رح نحكي عن البنج والانسان وقت بيكون عنده عمليه وبده يعملوا له بنج كيف بيتاثر نفسيا والتاثيرات النفسيه اللي هو ديجا حاسس فيها قبل العمليه وكيف بتاثر على البنج واكيد بسرنا بهذه الحلقه استقبل السيده كاتيا الخوري إنفيرمير ورح تخبرنا شوي عن حالها اكثر آه مرحبا كاتيا بونجور صباح الحمد لله <applause> ماشي الحال كل شيء منيح كل شيء منيح كاتيا بداية بهالحلقة الكتير جديده يعني فكرتها جديده ما حدا بفكر هل نفسيه الانسان بتاثر على البنج وقت بده عنده عمليه او شيء وحضرتك عملتي دراسه عن هذا الموضوع بس بدايه بنحب نتعرف عليك اكثر انا بعرف فيك انت طالبه من طلابي بجامعه اللبنانيه بكليه الصحه العامه بالديبارتمون تبع المتابعه النفس الجسديه بس انا بهمني كمان المشاهدين يتعرفوا عليك اكثر شو الاختصاص تبعولك وليش نقيتي المتابعه النفس جسديه <applause> أول شيء أنا عملت انفيرمير بجامعة لبنانية أربع سنين ودغري ورا ما تخرجت رحت على قسم البنج نعم أشتق... القسم البنج بنتعلم كل شيء على الأرض يعني كله بيكون متابع فورماسيونات كونتينيو فورماسيون كونتينيو وبذات الوقت مع المرضى يعني الواحد ما بيتخصص فيها بالجامعة نو ما في عنا بلبنان للأسف هيدا الاختصاص نعم. اشتغلت كنا كثير نشوف حالات كله ريليتد لل كلهم قلق وهول الاخبار وكله كان متابع بالادويه نعم فبس يعني المريض يشيل اللي عندكم طول الوقت قلق عنده اكتئاب عنده خوف من العمليه, من العملية ومن البنج اللي بده يعمله اكيد أه بس عرفنا انه في اختصاص المتابعه النفس جسديه أه عملتها وتبين بهيدي الدراسه قديش البنج عم بيأثر على المرضى وعم بيبين هالقصص الجسديه عندهم لأنه اللقيين <applause> عندهم قلق وعندهم ألأ اكتئاب وخوف والى اخره، مم. هلا كتر يعني. كلنا بنعرف انه الواحد عنده عمليه يعني لو شو ما كان بده يحس بقلق، بده يحس بخوف. 60 ل 80% من المرضى بخافوا بس يجوا على العمليات عندهم قلق. نعم بس من بين هال 60 ل 80 عندك 83% ريليتد للبنج. أوكي. كله بيحكي انه انا رح نام ما رح قوم، لانه بالنسبة للعالم البنج هو مثل تامر وقت, وقت موت منهم عارفين شو عم بيصير بهيدا الوقت بحياتهم، يعني في شيء انكوني صحيح وزيادة عن هيك انه البلوك اوبيراتوار غرفة العمليات كمان اون آه، هي شيء تابو للعالم، يعني ما بيعرفوا جوا شو بيصير، العالم اللي بتشتغل جوا ما بتبين لبرا، حكا حكى مع البنج مش عطول مبينين آه هن بيروحوا عند حكيمهم بس بفسر اللي لازم يتفسر بس مش عند الحكيم البنج يعني الحكيم البنج ما بيشوفوه الا نهار العمليه نهار قبل يعني او قبل بيومين من العمليه بيشوفوه بكون بي بي في يعني بفسر اشياء قبل العمليه هذا اللي توصلنا له انه كان لازم كل مريض قبل ما يفوت على العمليه قبل بيومين بيجي ما بده يعمل فحوصاته وكله صحيح بيشوف كونسلتاسيون مثل ما بيعمل كونسلتاسيون حكيمو زيت الشيء حكيم البنج بيروح كونسلتاسيون آه هونيك في اكيب آه نحن آه بال آه بالمستشفى بالمستشفى عندنا في اكيب خصوصي آه الحكمة اللي عم بيتدرجوا بيفسروا لكل نوع بنج كيف no. لازم يكون بفسروا no. آه بيفسروا له للمريض شو رح يتعرض جوا بغرفة العمليات يعني مين رح يشوف مين أول ناس كونتاكت معهم رح يكونوا آه بعدين وبعدين بس يوعى وين رح يروح وشو صحيح. رح يصير صحيح. معه صحيح إيه كتب بيقولوا من بعد العمليه دائما خاصه من بعد البنج واذا كانت عمليه كانت طويله يعني البنج كان كثير لو البنج دائما بيكون يعني بخلي الانسان يكون انكونسيون غير واعي على ال... في عد... في كذا نوع بنج بس نعم. العالم اكثر شيء بتخاف منه هو البنج العمومي العمومي لانه اجزاقتي. نايمين ل... لانه نايمين مش واعيين ابدا وقت بيوعوا صحيح انه بضلوا فتره شويه ما بيكونوا كثير واعيين على ال... وين وين هن شو كانوا شو عم بيصير على الاسباس والطّ يعني بيوعوا آه آه هيدا الزمان والمكان هيدا ال... هيدا حتى ال... 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 اللي لاحظناه كثير مرضى بيقول لك انا ماني خايف ما في شيء مخوفني آه لا او اذا عمليه وبتمرق بيوعى لا عارف حاله وين ولا عارف حاله بيصير اجيتيتد الاجيتاسيون هيدي الحركة الزايدة الزايدة ما بتبين غير ثلاث ع... ارباعها بتبين عند المرضى اللي بيقولوا لك قبل العملية انا ماني خايف من شيء شي. <applause> هيدول كاستاتستيك اللي بينت بالدراسة بالدراسة اللي عملتيها <applause> واكيد المريض بكون مثل ما حضرتك قلتي عنده زيادة حركة عنده خوف حتى من بعد العملية إنه مثل ما قلتي حضرتك ويني أنا شو عم بعمل هون وبده شوية وقت تا يتأقلم أكثر على الحالة الجديدة تبوله حضرتك كأخصائية بالمتابعة الجسدية كيف بتشتغلي معهم خاصة من بعد ما عملتي هذا الاختصاص وعملتي دراسة أه لا هو قبل كان في نحن عندنا غير الكونسلتاسيون بنبلش اكيد بالكونسلتاسيون صار في إنفيرمير نعم. لانه الحكيم رح يجي يفحص المريض يفسر له على السريع شو رح يصير ورح يكون عنده غير مريض بده يفوت اكيد ف... يعني هون بنحب نقول انه يعطيهم العافيه لكل الاطباء في كثير مرضى يعني من هيك بنشوف اوقات مستعجلين بس بدنا نتفهم كمان يعني... انه مستعجلين لسبب معين عندهم غير مرضى عندهم يمكن 10 او 20 مريض بدهم يشوفوه بوقت قليل كتير فمن هيك بيكونوا شوي مستعجلين مظبوط في انفيرميير هونيك بهيدا الديبارتمون هي عندها الوقت الاكثر انه اذا مريض بده يسال اذا اوقات كثير المريض ممكن. بيكون مع الحكيم بس بينسى يعني على الخوف او على بينسى شو بده يسال اسئله بس يطلع لبرا بيصير يجوا الاسئله على راسه هون الانفيرمير رح تفسر له دقائق زاد كل شيء عنده خوف او قلق منه او عنده حي سؤال بده يساله هون الانفيرمير كل البروسيدور رح يبلش بالكونسلتاسيون نعم. رح يجي المريض على الكونسلتاسيون الحكيم رح يشوفه رح يفسر له كل شيء لازم يتفسر له بس اوقات كثير في حكمه يعني بيبقوا مستعجلين او في كثير مرضى يعني اوقات بين العشرين 20 ل 25 مريض بدهم ينشافوا بلابس دو كتير كثير قصير ما بيلحق هيك واوقات كتير حتى المريض بخ... مش بخاف يعني بينسى يسال, يسأل او 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 بيلتهي بشيء تاني بس يظهر لبرا هنيك رح يكون في انفيرميير عم تفسر له كل شيء كل اسئلته كل المخاوف تبعه رح تجرب تخفف له اياها اوقات كتير هدول ال القصص اللي بتتخفف اوقات هن عم تسحب له فحص الدم بالحديث شو حلو بتصير تفسر له شو شو رح يعني قديش قديش الطريقه بدها تكون قريبه من المريض، قديش بده يكون في كونتاكت هيومان اه اه اتصال انساني بين الانفيرميير وال يعني والمريض اول ناس منواجه المريض صحيح يعني قديش هي اول شخص رح يواجه المريض وبهيدي الدراسه اللي انا عملتها أكتر من 63% من المرضى كان همهم الوحيد الابتسامة إنه إذا فات فاتت أنفير لعنده مبتسمة كتير بتريح وزيادة عن هيك حكيو كتير عن الثقة يعني كثير الثقه الكونفيونس اخذت بورسنتاج عالي بهذا الدراسه كاترا ما بعرف اذا بتوافقيني حتى بحياتنا اليوميه الابتسامه بتخلينا يعني نتقرب من الاشخاص اكثر يرتاحوا معنا اكثر يعني بعطيكي مثل بالعياده عندنا كاخصائيين نفسيين الابتسامه شيء ضروري بدها تكون موجوده بال... بالعياده انه شغله تتقدم وهيدي فور فري عم تقدمها يعني ما عم بتقدمها وما مفروض تربح الله جميله فيها انه صحيح. انا يابا عم ببتسم هيدا المينيموم اللي لازم نعمله وخصوصي انه في حدا قدامنا بحاجه لهيدا الشيء بحاجه مثل ما حضرتك يعني الابتسامه بتخليه يوثق فيها للانفيرمير اكثر يوثق انه هو مش عم بيصور له شيء لو مثل ما قلتي انه الواحد إنه دي دي يعني كثير يعني فيه شيء ميستيريو يعني في, في شيء خوف في, في خوف الف... فوته المستشفى بتخوف يعني في اشخاص حتى زياره الطبيب ما بحبوا يروحوا لعنده لانهم بخافوا فكيف ممكن. اذا في تين آه يعملوا عمليه كاتيا هون كمان حابب اطرح السؤال بالنسبه للدراسه اللي عملتيها مين اللي بخاف اكثر من الجنس ذكور او اناث هلا بدك مش رح يعجبك <applause> كثير جوابي الذكور اكثر؟ نحن كثير الذكور بخصوص الرجال الشرقي بيقول لك انا ماني خايف من شيء، ما في شيء، شو بدو يصير لي؟ منفوت لجوا الاكثر شيء بيعملوا شوك يعني بيغيبوا عن الوعي، بيعرقوا هن الرجال. المراه اكثر بتروح صوب البانيك اتاك، يعني بتصير ترجوف بتبكي هيدول يمكن هلا انا عم بقول بس انه لانه المراه عندها هرمون الكورتيزول اللي هي اللي بتاثر عليها اكيد اكيد مشان هيك بس الرجال كثير عندهم خوف مخبى يعني بجربوا يخبوه بس على البنج ما بيقدروا يعني بنشوف كثير الضغط العالي بدون سبب هلا بس لأقول لك انه بالدراسه تبعي كل المرضى اللي عندهم اصلا ضغط اللي عندهم سكري هودي نشيلوا من هيدي الدراسه لان جا عندهم لان جا موجودين تما يتاثر الدراسه مزبوط. على اللي انعمل الدراسه على العالم هيلثي ما عندهم شيء أه 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 اوقات بيكون عمره 60 سنه لعنده عنده ضغط لعنده عنده مشاكل صحيه ما بياخذ ادويه موصل لجوا ضغطه 17 18 في شيء مش ظابط بس ينعطى شوي او يتريح بيمشي الحال بيمشي الحال هلا كنا اول شيء بالكونسلتاسيون هلا صرنا بالهولدينج اريا محل ما بينطروا تيفوتوا للعمليه كمان صار في انفيرمير هونيك على طول مرافقه المريض يعني بيجي المريض لينطر ليفوت على دوره على العمليه اكيد نجيبه قبل الوقت لنعمل كل شيء البروسيدور نمشي فيها مزبوطة في انفيرمير هونيك كمان اوقات بنكته صغيره بتنزاد بت... بت... بيمشي الحال بتصير كل العالم كول cool. اوقات اذا مريض اللي حده لانه اوقات بنضطر نستقبل مريضين بزيت الوقت, بزيت الوقت. العمليه بينسوا بعضهم بينسوا بعضهم اذا نكته بتكون ارجيله بيتغير كل الجو وكثير بيصير عن جد يعني هاي دول القصص البسيطه بتغنيك عن كثير ادويه بال صحيح. انا بحس انه الكونتاكت امام بيرجع على الكونتاكت امام اللي عم بيصير ما بين المريض والممرضه لانه بالنهايه المريض عم يشوف الممرضه والطبيب كمخلصين لحياته بالنهايه وحياته على المحك وعنده عمليه فمن هيك بيكونوا خايفين من العمليه كمان من حديثك كاتيا لاحظت انه عم بتشدد على دور الممرضه من وقت ما بفوت المريض على المستشفى لوقت بيظهر هل بكل المستشفيات بلبنان وبرات لبنان بيعتمدوا هيدي البوليتيك هيدي السياسه او بتلاحظوا لا في نقص ببعض المطارح او بمطارح في زياده عن اللزوم ممرضات عم بتابعوا هلا برا كله هيدا اجباري يعني مجبورة الانفيرمير تكون مجبورة المستشفى تحط بكل هالمحلات انفيرمير مخصصة انفيرمير بتفهم اذا بده يسألها هيا سأل المريض عن البنج عن العملية تعرف تجاوبه مش تقول له سوري ما بعرف او رح عيط لك لحدا بس تقول رح عيط لك لحدا رح تتزعزع الثقة بينك صحيح صحيح هيدي آه برا بس هون بلبنان مع يعني بالمستشفيات الكبيرة ايه موجودة وكل المستشفيات عم تتبعها لأنه كتير وصلنا لمرحلة كتير رح صار عندنا ساعة أنه إذا المريض مرتاح نفسيا كتير رح نخفف حلو كتير. إيه حتى الأدوية بتخف كل شيء بخف تعطيه للمريض إيه بتخفف السايد افكتس تبع الادويه كثير قصص يعني صاروا عم بحطوا انفيرميرات بكل هدول المحلات وخصوصا انه هلا صرنا عم نعمل فورماسونات زياده في الكونغريات اللي عم بتصير كله كثير العالم عم بتركز على البنج وعلى اهميته على القلق النفسي للمريض من ورا هيدول هلا كثير ترند يعني صحيح. صحيح. وكممرضه حضرتك شو دورك على المضبوط مع شخص فات على المستشفى عم عم عنده عمليه وناطر انه تصير العمليه خاصه عملت مثل ما حضرتك قلتي لي انه انت تخصصتي على على الارض براتيك بالانستيزي ف بعدين الاكومبانيومون بسيكوسوماتيك المتابعه النفس الجسديه بكليه الصحه بالجامعه اللبنانيه واكيد هون من حي كل الدكاتره يلي علموكم بهذا الديبارتمون آه فدوري كاتيا هلا تغير كيف كان وكيف صار خاصه من بعد ما عملت دراسة آه بهذا الموضوع وشو صار على المضبوط هو كانفيرمير دور كثير مهم يعني نحن نحن اول مثل ما قلت لك اول ناس من نواجه المريض صحيح. أه بس اظهر الكونفيانس بدها تجي اول شيء اني انا اعرف عن حالي رح اعرف عن حالي رح يظهر حكيم البنجي عارف عن حاله هيدي كثير مهمه وكثير المرضى حكيوا عنا انه بهمهم يتعرفوا على اللي بده ينيمهم قبل ما يناموا اكيد مشان هيك صرنا بيظهر الحكيم لبرا بيعرف عن حاله بيحكي مع المريض شوي بيروق له شوي اعصابه للمريض وبنرجع بنفوت لجوا اوقات كثير اللي نحن لاحظناه بهيدي الهولدنج اريا بنظهر نحن كثير هيدي لانه في انفيرمير هونيك ولانه مطلوب منا غير انه في شغل تعمله غير المرضى اللي ناطرين معه اوقات بنكته صغيره نزتها مع المرضى بصيروا بيتغير كل جوهم وبينبسطوا كثير وهول دورنا كثير كثير مهم وانا كثير بقول انه مش حيلا حدا في يشتغل انفيرميير اكيد هيدي متفق عليها لانه اذا ما عندها الصبر اذا ما قادره تضحك بوجه المريض اذا ما قادره تريح المقابله ما عندها انسانيه ما ما فيها لا هي فيها تنبسط بشغله ولا المريض رح يكون هيدي اكبر دليل انه حتى بدها تكون بين قوسين كانه متابعه نفسيه للمريض مازم. واكبر دليل بتاخذوا مواد كتير فيها ان رابور مع مع علم النفس مازم. ان هيدي دليل انه كمان عندكم هال هالابروش هالمتابعه اللي بدك تعمليها مع المريض متابعه نفسيه بدك تروقيه مثل ما قلتي بدك تخفف خفف من القلق تبعوله من الاكتئاب من من الحاله النفسيه اللي هو عايش من خلال المرض الجسدي وهون بنرجع لابن سينا كان يقول دائما انه اذا الواحد بده يطبب النفس لازم يطبب اول شيء اذا بده يطبب الروح لازم يطبب اول شيء النفس هون برجع كمان كاتيا بيسالك سؤال عن الثقه اللي ذكرتيها عده مرات بحديثك الثقة يلي بتلعب دور أساسي بالعلاقة ما بين المريض والممرضة الطبيب كمان هون أكيد عنده دور كتير كبير خاصة من بعد ما تخلص العملية شو لازم يصير مع المريض برأيك خاصة من بعد الدراسة اللي عملتيها من بعد ما يخلص المريض شو لازم يعمل الطبيب والممرضة معه شو لازم يخبروه لانه بنلاحظ اوقات انه المعلومات بتجي من عيلته يعني بيصير يسال المريض امه او بيو او مرته انه شو قالكم الحكيم مزمت. ما بنلاحظ انه كانه صار في كونتاكت من بعد العمليه مع المريض ما بين الطبيب والممرضه المريض ليروح عند حكيمه لازم يكون بيوسع فيه اول شيء اكيد هيدا على نتفق عليها الثقه اول شيء تبلش بين المريض وحكيمه هو اللي بده يعمل له جراحه صح الحدا اللي مخبى هو حكيم البنج اللي ما ببين غير نهار او قبل بيومين من العمليه مشان هيك بتخلق الساعه قبل ما يفوت على العمليه المريض دوران لوبيراسيون اذا كان بضمن العمليه اذا كان البنج نصفه او موضعي او هيك بنضل على رابور نحن عم نحكي نحن وخصوصا انه حكيم البنج بضل فوق راسه تقريبا للمريض لانه في مونيتور في ماشين بدنا نضل نراقب نحن وقاعدين حده ببلش <applause> هون هلا البنج العمومي المريض ده ما في شيء حاسس فيه بس يوعى المريض اول شخص رح يشوفه ورح يسمع صوته هو الانفيرميير وحكيم البنج يعني اول شيء نحنا بنقوله للمريض بس بده يوعى الحمد لله خلص كل شيء وانت كتير منيح بس تقول انت كتير منيح هيدي جمله انت كتير منيح كثير بتاثر عليهم ارتاح ارباع اه 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 العالم بتقول اللي ما بيعرفه بالدومين اه موجوع هيدا كلمة موجوع ما لازم تنذكر حاسس بشي اذا حاسس بشي هو رح يقول انه اذا بس ما ضروري انا أذكره انه انت رح تنوجع بعد العملية لا لانه هو رح يكون اخذ كل الادوية للوجع وهيك اذا هو مضايق هو رح يقول منه لحاله صحيح المريض. صحيح صحيح بس نطلع على السالدريفاي اللي هو الانعاش بعد العملية كمان في اكيب مخصص هونيك اللي هو رح يكمل مع المريض لانه وقت بيوصل المريض لهونيك عم يبكي او لانه بيوقف الزمن عنده كيف بفوت على العمليه كيف رح يظهر منها فيت معصب وعم يبكي ومقهور ورح يظهر بذات الشيء وفايت ريلاكس وعم يضحك هيك رح يوقع عم يضحك هيدي كثير بنشوفها كيف بفوت رح يظهر الهونيك متخصصين كتير بهدول القصص اللي انه اذا عم يبكي انا قادر اعطيه شيء وروقه يعني انت كثير منيح العمليه مشيت كثير منيحه رح يجي حكيمك هلا يحكيك آه اذا بيريحوا انه يرجع يجي الحكيم رح نتصل بالحكيم الحكيم يجي على السلدريفاي. عايزك مريضك بترتاح آه هونيك ما بنضهره على الاوضه غير ليكون 100% مرتاح <تصفيق> من <applause> الوجع من كل شيء عوارض بعد البنج بتعرف اوقات بيستفرغوا بي على نفسه صحيح والأخبار. ممنوع يطلع على الاوضه غير ما يكون مرتاح اسان واورينتد مزبوط هو وين وليش اجى على المستشفى وشو عامل عمليه كل هودي الاخبار وكانت من بعد الدراسه اللي عملتيها وشغلك مع المرضى اي الاهين البنج العمومي او البنج النصفي او عم بحكي اكيد على الصعيد النفسي آه على الصعيد النفسي اي الاهين هلا حسب المرضى صراحه يعني حسب المريض قديش محضر نفسيا لعمليته وقد ايه بيعرف هو وين رايح أوه. يعني البنج العمومي انت اذا محضره انه رح تكون بنج عمومي ورح توعى كثير مرتاح وك وكل شيء من عطالك ادويه وما رح تنوجع و... لانه حتى الوجع في بورسنتاج طلع انه في عالم بتخاف من العمليه لانها بتنوجع مية <applause> 100% يعني حتى الوجع شي نفسي يعني موجود بالراس يعني اذا الواحد حاطط براسه انه رح بوجع كثير من بعد العمليه رح يوجع كثير واذا مش حاطط براسه انه في وجع مقبول لانه من بعد عمليه وهيك ومفسرين له الاطباء مثل ما قلتي والممرض انه رح بكون في شويه وجع بس مش هالوجع اللي كثير قوي اكيد هو رح بكون مرتاح نفسيا هيكي. الوجع هلا هيدي بس استطراد هي اكيد <applause> بنقدر اكيد مشان هيك الوجع في شيء اسمه ماشين بتنحط والمريض بيكبس قد بده دواء للوجع لإله اللي تلاحظ فيها كمان هالماشين لانك حاطط اياها لانه هو قادر يتحكم بنسبه الوجع تبعه كثير نفسية النفسيه بتاثر يعني المرضى اللي حاطط اياها ما بينوجعه قد مش محطوطة آه أنا عندي هيدي الماشين ما رح أنوجع يعني كثير النفسية بتأثر على جسمه للإن... للإنسان أكيد. كتير كثير ونحن كتير بتبين عنا يعني ك... والشخص اللي عامل عم له عملية بس كان موضع يعني كان بعده واعي يعني آه آه أنا آه لوكال مش جنرال آه بتتحدثوا معه وبتحكوا أكيد. معه طول العمليه؟ ثلاث ارباع العمليه الا اذا هو طلب انه بليز نيموني شوي انه على ارتخي شوي ونام ساعتها بينحط له بس اذا طلب انه لا بده يعرف في مرادة بتحضر عمليتها يعني بنحط لهم السكرين بيحضر العمليه كيف بتصير بس هذه شوي صعبه بيطلب, بيطلب هو من حكيمه بليز انا وبيحضرها كلها للعمليه بيحضر كل العمليه والحكيم بيبقى امام طعم بيفسر له انه انا عم شيل هالشغله انا راح احط هالشيء آه يعني ذكرتيني نحسو نحس عند حكيم لسنان بس عند حكيم الاسنان يعني انه انا بتفرج كمان بشوف شو عم يعمل بدرسي ودائما هذا بيرجع للحديث اللي حكيناه كاتيا وطب بيقول لي الحكيم انه هلا يمكن اه توجع شوي او يمكن تنقذ او بكون بده لي نحسو بالنار تبعه للعصب تبعه للدرس او شيء اه ما بوجع ولا شيء لانه بكون محضر حالي, نفسيا حالي محضر حالي نفسيا من اللي هيك اللي ما اللي ما بدي اخر سؤال قبل ما نخلص حلقتنا الاولاد بالنسبة للولاد وعندهم عملية وعندهم أكيد بنج شو بتحب تقليلنا عن هيدا الموضوع؟ الولاد كتير بيتأثروا بأهلهم نعم يعني هيدا إذا الأهل عارفين شو ناطر وقادرين يسيطروا الاولاد بفوتوا كثير رايقين، واذا بنفسر له للولد انه انت رح تروح تعمل اون تيت رح نظبط لبعدين لانه رح تكون كثير مرتاح وما رح تنوجع وما رح يكون في شيء بخوفك، نفرجيه الماسك يلي بده يحطه على لانه الاولاد بيناموا بغير طريقه عن ال... نعم الكبار. صحيح الاولاد بيناموا بارغاز الكبار بال... بالعرق اذا بنفسر لهم كل هودي الاولاد بفوتوا كتير رايقين هلا في مستشفيات بفوتون بالسياره هيدي الصغيره اللي صحيح فيها. نحنا نحن بنفوتهم على اليوتيوب مثلا شو بحبوا يحضروا ايميسيون بيمسكوا تليفون اذا بحبوا تلفون بابا ماما بفوت معهم التليفون بيحضروا لا يناموا او اذا نحنا يعني تليفون الحكيم او شيء هيك بيتحط لهم اللي هن بحبوا يحضروها والحلو انه بيوعوا عم عم بيكملوا الاميسيون تبعهم بدهم يكفوها كثير منيح بنهايه هذه الحلقه انا اول شيء كثير بشكرك على المعلومات المميزه اللي اعطيتينا اياها وعيتينا على كثير اشياء يعني الواحد كل ما بكون مرتاح نفسيا قبل ما بكون عنده عمليه او شيء كل ما العمليه بتكون ناجحه كل ما بكون هو كمان نفسيا مرتاح انا بشكرك مره ثانيه عندي كلمه اخيره ميرسي انه استضفتونا هذا كثير السجيه كثير تابو بالنسبه للعالم صحيح. ولازم ينحكى فيه مرسي لك دكتور شرطوني يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أنا بشكرك مرة تانية وأكيد بشكر كل المشاهدين يلي رفقونا بهذه الحلقة وإذا الله راضي بنلتقى بحلقة جديدة